حضرتك هو موجود بره مصر وخطيبته في مصر، تمام. خطوبة عن بعد، يعرف شخصيتها ازاي ويعرف ازاي ان كانت الزواجة دي هتبقى مبنية طيب على الأسس الخطوبة الصحيحة. عن بعد، احنا بنقول الخطوبة عن بعد دي من الحاجات اللي يعني محتاجة برضو اللذيذة. حلقة لوحدها. بس برضو يعني خلينا نقول كده حاجات كده سريعة. احنا بنقول الخطوبة عن بعد دي على فكرة بتساعدك انك انت يعني ما نتجاوزش قوي، لكن في حاجه اسمها مصيبه تانية اسمها الكاميرا وافتحي الكاميرا والكلام الفاضي اللي بيحصل ده. انت تعرفها ازاي؟ في اسئله بتقولها، انت توجهاتك ايه؟ بتفتح معاها موضوع التربيه، عندها معلومات في التربيه ولا لسه كذا؟ هتقبل نصيحه مني؟ طب انا عندي كذا وكذا وكذا وعرفت كذا. بتتكلمها بصفه عامه عن موضوع ربنا في حياتك شكله ايه؟ يعني لما هنيجي السؤال الاخراني، ايه الحاجات اللي ربنا فين من الموضوع؟ ها؟ انت فين من حكمه؟ انت فين من اوامره ونواهيه؟ الحاجات دي مهمه. بتتكلم معايا في المواضيع اللي انت ذات نفسك مهتم بيها، الحاجات اللي قلناها في اول الحلقه، تدخلات الاهل، ثقافتها، علمها، مرتبها، شغلها، الحاجات دي مهمه جدا. افتح معاها كلام واسمع منها، وانت كمان في الفتره دي تفتحي كلام واسمعي منه هو كده. يعني في واحده بتقول لك كويس جدا وكانت فرحانه، اول ما اتكلم معاها قالت ليته ما تكلم، ليته سكت، وعماله بتعيط وتقول لي خلاص الدخله، وانا مش قابله، انا مش حصل عندي نوع من عدم القبول والقفل. الله يفعل. سيدنا علي كان بيقول تكلم حتى اراك، الله يفعل. الكلام بيبين الشخصيه.